مثل هذا الدوري ديال الانتيفي صراحه يشكر عليه يعني السي عبد الحق مندوزا، لانه صراحه هذا فرصه باعتبار انه الاطار اللي كتجرى فيه المقابلات اطار تقريبا يعني شبه يعني رسمي، طاقم تحكيمي في المستوى العالي، الملعب جيد، الحضور الجماهيري لا باس به. تظن انه فرصه جيده بالنسبه لنا باش نستعدوا للموسم من خلال هذه المقابلات هذه. لازم نسال السيد، علاش اللاعبين الجدد ما شفناهمش يعني في المباراه ديال اليوم؟ وكنعرفوا يعني بانها مباراه استعداديه، علاش ما حاولتيش انك تجرب بعض اللاعبين بحال محمد اولاد بحال اشرف الخروبي؟ الخروبي واولاد التحقوا معنا تقريبا واحد ثلاث ايام يعني قبل الرجوع ديالنا من اكادير، يعني الجاهزه البدنيه ديالتهم ليست يعني في واحد المستوى اللي هو عالي اللي كيسمح لهم انهم يشاركوا في مقابله اللي فيها نديه وفيها يعني واحد الركض. وربما احنا التخوف ديالنا هو انه يعني توقع شي اصابه اذا قدر الله، ولكن الحمد لله انه سواء اللاعبين الجو ان شاء الله غادي تشوفوهم على ارضيه الملعب لما يكونوا جاهزين وقادرين على انهم يتحملوا الضغط، سواء الضغط ديال الفريق يعني المتطلبات البدنيه او حتى الضغط ديال الفريق الخصم.